السلام عليكم، برحب فيكم مرة ثانية. احنا لازلنا في المحاضرة الثانية لمحاسبة متوسطة واحد. وقفنا عند حاجة اسمها Objectives of Financial Reporting، اللي هي أهداف الإقرار المالي. طبعا احنا بنعمل زي ما اتفقنا انه Ultimate Objective للFinancial Accounting انه تعمل Reporting، وعرفنا الريبورتينج انه هي عباره عن 4+1، اللي هي عباره عن 4 تقارير اساسيه زائد نوتس اكومباني ستيتمنتس. الان لكن لازم نعرف حاجه رئيسيه، انه في عندنا لو اخذتوا بالكم 3 اهداف مهمه حنتكلم عليهم تبعا. اولا بروفايد فاينانشال انفورميشن، طبعا شيء طبيعي ما زال في فاينانشال ريبورتينج يبدا بروفايد فاينانشال انفورميشن اباوت ذا ريبورتينج انتيتي، بخصوص المؤسسه اللي بنعمل عنها احنا اقرارات. That is useful. لمين مفيدة هالتقارير هذه؟ قال to present and potential. خذوا بالكم. present يعني المستثمرين الحاليين والمتوقعين محتملين. طبعا equity investors اللي هم الناس بيهتموا بالأسهم تحت الشركات. هذا معنى equity. equity يعني المستثمرين في الأسهم. and lenders اللي هم المقرضين أو الدائنين. and other creditors والدائنين الآخرين اللي هم عادة بيستفيدوا فيها المعلومات، اللي هم الـ3 فئات هذول الـ potential والـ present equity investors بالإضافة للـ lenders والـ other creditors، عشان in making decisions إنهم ياخذوا قرارات about providing resources، بخصوص إنه هل يعني يقدموا أموالهم للشركة مقابل أسهم أو يقدموها مقابل سندات. طبعا أسهم لأنه ساعتها بيكونوا هم equity investors، أو يعني في الحالة الثانية بيكون عنها بنقول عنها احنا debt investor، او سموها يعني المستثمرين في يعني قروض او ديون. طبعا resources يعني موارد مالية تقدم to the entity. الobjective of financial reporting في منها نوعين زي ما حكينا سابقا، في حاجة اسمها general purpose financial statements، وفي حاجة اسمها special purpose. طبعا لما بتكلم على الجنرال هذه بنقول عنها التقارير المالية لأغراض عامة، وفي تقارير مالية لأغراض خاصة. في الغالب الأغراض خاصة بناء على طلب جهة معينة أو المدراء في الشركة، لكن هنا بنعمل تقارير لكل اليوزرز، فيش تمييز بينهم. طبعا الجنرال بوربس فاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم المالية لأغراض عامة، بروفايد فاينانشال ريبورتينج انفورميشن تو اي وايد، خدوا بالكم، وايد فيريتي اوف يوزرز، مستخدمين يعني كتار مختلفين. طبعا برضو provide the most useful information، بتقدم معلومات الأكثر فائدة possible المتاحة طبعا at the least cost، بأقل التكلفة. وهذه constraint هنشوفه لقدام إن شاء الله لما نتكلم على حاجة اسمها constraints of financial reporting. هنتكلم شوية الآن على الـ equity investors and creditors أو debt investors. يعني هم في الغالب هذول الفئتين اللي هو الـ equity investors والكريديتورز، او مرات نقول عنهم ديت انفستورز اللي هم المستثمرين في سندات الدين او الديون، يعني هذول المستثمرين في الاسهم. بيقول هو عباره هذول الفئتين اللي هم الايكويتي انفستورز والديت انفستورز برايمري يوزرز فور جنرال بيربز فاينانشال ستيتمنتس، هذول هم المستخدمين الاساسيين للقوائم الماليه لاغراض عامه. طبعا بيحكي اكثر على انتيتي بيرسبكتيف اللي هي التنبؤات تاعت الشركه. Companies views viewed as a separate and distinct from their owners. طبعا لما بنتكلم على الوحده المحاسبيه انه الشركات احنا بنطلع لهم كما لو كانوا في لهم separate legal entity and disconnected from their owners. يعني الشركات بتطلع لها كما لو كانوا منفصلين عن الذمه الماليه وعن الشخصيه الاعتباريه للمالكين او المساهمين. يمكن هذا الكلام بينطبق اكثر شيء على الكوربوريشنز اللي هي شركات الاموال. Decision usefulness اللي هي مدى الفائده في اتخاذ القرار. طبعا لازلنا بنتكلم على الاوبجكتيفز، انه لازم نطلع للمؤسسه من منظور انه لها شخصيه منفصله عن المالكين، ايضا لازم نطلع للمعلومات من منظور فائدتها في اتخاذ القرارات. هذا المقصود بكلمة decision usefulness. طبعا investors are interested in assessing the companies، مستثمرين معنيين بتحديد قدرة الشركة على
الآتي: ability to generate net cash inflows، إنه يكون في عندها قدرة الشركة على إنها تحقق تدفقات نقدية صافية. لاحظوا كلمة تدفقات نقدية داخلة inflows. ليش قال عنها نت؟ لأنه هذا الفرق بين الانفلوز والاوتفلوز. الفرق بينهم إنه يكون المشروع عنده قدرة ليعمل نت كاش انفلوز، يعني في زيادة للانفلوز عن الاوتفلوز، زيادة في صافي الانفلوز عن الاوتفلوز. الحاجة الثانية إنه management abilities بهمهم هذول المستخدمين البيانات اللي هم investors، إنهم يقيسوا كمان مش بس قدرة الشركة على إنها تعمل نت كاش فلوز أو انفلوز، كمان يقيسوا قدرة المانجمنت management's ability to protect and enhance capital providers investments، إنهم يكونوا قادرين على حماية وزيادة يعني رؤوس أموال المستثمرين. طبعا لما بحكي هنا the capital providers investments اللي هم الناس اللي قدموا، المستثمرين اللي قدموا رؤوس أموال، طبعا يحموهم من الضياع والخسارة وenhance يزودوهم، زودوا هالاستثمارات بتاعت الناس اللي قدموا لنا رؤوس الأموال. كأنه هذا الكلام إنه ما زال في عندنا مجموعة objectives، يبقى هذا بيدفعنا لأنه طيب عشان نضمن هذه objectives تتحقق كان لابد إنه إحنا نحط مجموعة من الستاندرز، مجموعة من المعايير اللي هي تضبط عملية الفاينانشال ريبورتر. عشان كده بنقول عنوان تبعنا The Need to Develop Standards، احنا محتاجين لنطور مجموعه من المعايير. طبعا هو بيقول الملخص اللي قلناه انه various users need financial information، مستخدمين مختلفين بدهم معلومات ماليه، اهم هل تو حكينا عليهم الانفستورز سواء كانوا equity او debt، بالاضافه للاذر creditors زي ما تو شفنا. هذول بنعطيهم المعلومات هذه في صوره الاربع زائد واحد اللي هي الاربع قوائم زائد النوت disclosure. لأن بيقولوا هان the accounting profession، مهنة المحاسبة، has attempted to develop، يعني قامت بمحاولة تطوير set of standards، مجموعة من المعايير that are generally accepted، هذه مقبولة قبولا عاما. الصراحة مش generally بس، هي universally practiced، وكمان يتم يعني مزاولتها وممارستها على مستوى عالم. هذه المجموعة من الستاندرز اسمها الجاب أو General Accepted Accounting Principles. الآن تعال نشوف مع بعض Learning Objective رقم مين؟ رقم 2 will identify the major policy setting bodies and their role in the standard setting process. أول حاجة إيش المقصود بـ Policy Setting Bodies؟ Bodies هنا مؤسسات واضعة للسياسات المحاسبية. طبعا Major اللي هي الأساسية، لأنه في كتير مؤسسات على مستوى العالم تعمل في مجال وضع معايير أو سياسات محاسبية. هنا بنتكلم على policy setting bodies، bodies هنا مؤسسات، and their role والدور تبعهم in the standard setting process، دورهم في عملية وضع معايير. طبعا في عنا طبعا مجموعة من bodies الأمريكية ومجموعة من bodies العالمية أو الدولية. طبعا هو بيحكي هان بيقول parties involved in standard setting، الجهات أو المؤسسات التي يعني لها علاقة بوضع المعايير هم، هو بيحكي الميجر الآن ما بيتكلم عن كل المؤسسات، يعني زي ما قلت في مؤسسات كثير. أهم ثلاث مؤسسات بيقول هو في عندنا 3 organizations. أول مؤسسة وأهم مؤسسة اسمها الـ SEC Securities and Exchange Commission، وهذه اسمها المفوضية المنظمة لتداول الأوراق المالية. هذه مؤسسة زي ما عندنا هنشوف هي governmental agency، وهي مؤسسة أمريكية أساساً، مؤسسة حكومية. المؤسسة الثانية اسمها AICPA أو American Institute of Certified Public Accountants، يعني هي يعني عبارة عن المعهد الأمريكي لمدققي الحسابات القانونيين. هذه مؤسسة غير هادفة للربح، برضو أمريكية زي ما تعرفين من اسمها أمريكا. الآن هذولا اللي بحكي عليهم كلهم أمريكي. آخر حاجة في عنا مجلس اسمه Financial Accounting Standard Board أو ما يسمى بالفازب، اللي هو مجلس معايير المحاسبة المالية، برضو هذا من المجالس التي لها دور كبير في وضع معايير المحاسبة. دو بالكو هدول الثلاث مؤسسات مؤسسات أمريكية. اللي حيتناول الآن على المؤسسة الأولى اللي هي الـ SEC أو الـ Securities and Exchange Commission الـ SEC.
طبعا زي ما بقول هي established by federal government، الحكومة الأمريكية أو الفيدرالية هي اللي أسستها. طبعا هي عبارة عن كان لها دور في Securities Exchange Act لعام 34، يعني طبعا Act زي ما تعرفين قانون، يعني هي أسست بقانون لتنظيم تداول الأوراق Securities يعني أوراق مالية أو أسهم، Exchange بورصات تنظيم تداول الأوراق المالية في البورصات، قانون تنظيم الأوراق المالية في البورصات لعام 34. Accounting and Reporting for Public Companies، يعني هي تهتم أكثر بالمحاسبة والإقرارات الخاصة بالشركات العامة. لما بيحكي Public Companies يعني قصده Listed Companies. إيش يعني Listed؟ يعني مدرجة في سوق الأوراق المالية، سواء كان نيويورك ستوك إكسشينج أو الشيكاغو إكسشينج، يعني بغض النظر إيش المكان، لكن يعني هي مهتمة أكثر بالشركات المدرجة في البورصات أو أسواق الأسهم. يعني طبعا كتير هذه الـ SEC encouraged private standard setting body، بتشجع كتير المؤسسات الخاصة على وضع معايير. أيضا الـ SEC requires public companies to adhere to GAAP، يعني بتطلب هذه الـ SEC من الشركات المدرجة في أسواق رأس المال أو أسواق المالية أو البورصات إنها تلتزم مع الجاب. الأس إس سي لها دور أوفرسايت رقابي على الشركات اللي هي الببليك كومبانيز، وأيضاً على الأوديتورز زي ما حنشوف لقدام. آخر حاجة في عندها إنفورسمنت أثوريتي، يعني في لها قوة الإلزام، أي شركة لا تلتزم بالجاب بتقدر تلغي تسجيلها في سوق الأوراق المالية، وتصبح هذه الشركة غير قادرة على أنها يعني تحصل على التمويل اللازم من خلال الأسهم والسندات تعونها اللي ممكن تتداولهم في البورصات اللي تشرف عليها الـ SEC. المؤسسة الثانية اللي حكينا عليها الـ AICPA، زي ما قلنا هذه عبارة عن National Professional Organization، هي مؤسسة مهنية محلية أو وطنية، يعني مش دولية. Established the following، كان لها دور هذه الـ AICPA، أسست ثلاث مؤسسات انبثقت عنها، أهم حاجة اسمها الكاب، الكاب اللي هي الكوميتي اون اكاونتنج بروسيجرز، يعني هي لجنة الإجراءات المحاسبية، وهذه اللجنة اشتغلت من عام 39 لعام 59، يعني حوالي 20 سنة. هذه الكاب اللي هو سي اي بي، هذه اشد 51 ريسيرش بولتن، طلعت حوالي 51 يعني منشور بحثي في المحاسبة، لكن مشكلتها انه هذه الكاب كانت تشتغل problem by problem approach، عشان كده هذا الابروتش failed. ليش failed؟ لانه كانوا كل ما بتظهر مشكلة يحاولوا يحطوا لها حل، كل ما بتظهر مشكلة يحطوا لها حل، فشلت طريقة problem by problem، يعني مشكلة ورا مشكلة. ليش؟ لانه كانت مرات الحلول تطلع متعارضة مع بعضها، كيف الحل هذا بدكو هيك نعمل؟ والمشكلة اللي قبلها طلبت منا نعمل هيك، الحلين هذول عكس بعض. عشان كده احنا محتاجين لحاجة اسمها conceptual framework، هنشوفه لقدام شوية. المؤسسة الثانية اللي انبثقت على AICPA كانت اسمها APB، اللي هي مجلس المبادئ المحاسبية، وهذا اشتغل بعد نهاية اللي قبلها الكاب، هذه خلصت 59، هذه بدأت 59 وخلصت في 73. الآن هذه الـ APB أو مجلس المبادئ المحاسبية أصدر 31 رأي محاسبي يسموه APBOS، OS يعني Opinions. طبعا هذه ما بتطلع، هي اسمها مبادئ بس هي ما بتطلع مبادئ، هي كانت بتطلع Opinions على أمل بعد كده تصير مبادئ. طبعا أهم حاجة صدرت عن الـ APB إنه هم كونوا لجنة اسمها WEED Committee. الـ WEED Committee recommendations طلعت بشوية توصيعية adapted في عام 73، وهذه اللي احنا وصلنا لها في سلايد هذه. السلايد هذه انه الويد كوميتي عملت لنا ما يسمى حاجة اسمها الفاسب او الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. طبعا هذا كان نتيجة الويد recommendations، واللي نتجت بانه احنا نأسس الفاسب. فأسسنا الفاسب، تعال نشوف ايش الفرق بين الاي بي بي والفاسب، differences between FASB and APB. والهنا include الفروقات تشمل الآتي: أولاً smaller membership،
طبعا الفاسب عنده عدد اقل من الاي بي بي، ليش؟ لانه الفاسب بيشغل الناس مقابل بيمنت، لكن هنا كانوا الناس فولنتيرز متطوعين، فكانوا اساتذه جامعات ومحاضرين واكاديميين ومهنيين، فكان في عندنا عدد كبير، لكن هنا عدد قليل. فول تايم الناس هنا بيشتغلوا، الموظفين بيشتغلوا في الفاسب هذول بيشتغلوا دوام كامل، لكن زي ما انتم عارفين في الاي بي بي كانوا فولنتيرز متطوعين. طبعا كانوا ريمنريتد ممبرشيب، كان في لهم رواتب ريمنريتد، يعني عضويه مدفوعه، مش زي هنا كانوا عباره عن متطوعين. الجريتر اتونومي في يعني نوع من انواع يعني اداره ذاتيه اكثر من اي بي بي. انكريزد اندبندنس، زاد عندها الاستقلاليه لانه صار يصدر عنها اشياء مستقله، ما عادش انه عباره عن اوبينيونز زي ما تو حكينا. الحاجه الاخيره برودر ريبرزنتيشن، في تمثيل للاعضاء في الفاسب اكثر، فكان في منهم فرضا من اوديتورز، في فاينانشال ستيتمنت بريبيررز، في ان من الاندستري، من انفستمنت كوميونتي، في ان فكان عندنا تمثيل اكبر. الاورجانيزيشنال ستراكشر فور سيتنج، طبعا فور سيتنج اكاونتنج ستاندردز، الهيكل التنظيمي للاي بي بي للفاسبي، الهيكل التنظيمي يعني التركيبه تبعته الهيكليه، بيبدا من فوق من حاجه اسمها فاينانشال اكاونتنج فاونديشن، يعني هنا مؤسسه المحاسبه الماليه. هذول الناس تخيلوهم زي تراستي، زي مجلس امناء كده، هم هذول تسلكت وظيفتهم تسلكت ممبرز اوف ذا فاسب اند ذير ادفايزوري كونسلز، هذول بيختاروا الاعضاء اللي هيشتغلوا في الفاسب، واللجان اللجان يعني بتقدم نصح وارشاد. Fund their activities، وظيفة حتى اختصار هذه FAF، نقول عنها FAF Financial Accounting Foundation، هذول برضو هم بيمولوا الأنشطة. Fund their activities، قصدوا activities لل Advisory Committees، وأيضا كمان Advisory Committees، وأيضا Members تاعت الفاسبي. And exercise general oversight، طبعا هم بيمارسوا نوع من انواع الرقابه العامه. على مين؟ على الفاز، على الفاز ممبرز. الهيكليه معايا تخيلوها كالاتي، انه فوق في فاف، بعدين تحت في الفاسب اللي هو مجلس معايير المحاسبه الماليه، وهذا وظيفته الاساسيه تو استابليش اند امبروف ستاندردز، وظيفتهم يحطوا معايير ويطوروا معايير اوف فاينانشال اكاونتنج and reporting، طبعا المحاسبه الماليه والاقرار المالي. For the guidance and education of the public، طبعا عشان يساعدوا ويعلموا الجمهور، including issuers، قصدهم issuers اللي هم اللي بيطلعوا التقارير، يصدروا التقارير الماليه، auditors مدققين، and users of financial information، اللي هم الناس اللي هم الانفستورز اللي قلنا عنهم والكريديتورز. طبعا في هذول الناس بيتعاونوا مع ناس تانيين مرحليين بنقول عنهم، هذه بنقول عنها staff and task force. staff and task force هذول to assist board، هذول بيساعدوا المجلس in reporting issues by performing research، هذول task force والموظفين بيقدموا خدمات استشارية وبيساعدوا في عمل، بيساعدوا البورد في عمل أبحاث وتحليلات and writing functions، ولهم دور وظيفي في صياغة المعايير. اللي نضل عندنا الجزء السفلي هو عبارة عن حاجة اسمها Financial Accounting Standards Advisory Council، هذه اسمها مجالس الإرشاد والتوجيه اللي خاصة بمجلس معايير المحاسبة المالية أو الفاسبي. هذول وظيفتهم to consult، إنه بيقدموا استشارات on major policy issues، بخصوص المواضيع السياسية العامة، technical issues، مواضيع فنية، يعني مثلا البورد بده يحط معيار خاص بقطاع الطيران، يعني أعضاء المجلس بيفهموش كثير، لكن ممكن يجيبوا ناس خبراء في إعداد تقارير مالية خاصة لشركات الطيران، ممكن يستفيدوا منهم، ساعتها البيانات اللي بيقدموها والإرشاد اللي بيعطوه بنقول عنه هذا عبارة عن technical issues. طبعا البروجكت بريوريتيز هذول بيساعدوا في تصنيف أولويات البحث للفاسبي،
and selection and organization of task force. هم في اختيار يسموها task force. task force المقصود فيها هذه اللجان اللي طبعا اختيار وتنظيم عمل اللجان. لجان المهمات بنقول عنهم task forces. التاسك فورسز مهمتهم هذول الناس انهم يحطوا معايير بلاش نقول عنها معايير، يحطوا حلول لمشكلات لحين وضع معايير. بقول يحطوا حلول لمشكلات لحين وضع معايير. فكانهم يعني هذول بيرحلوا او بيساعدوا الفاسب على اساس يرحل المشكله لمرحله ثانيه لحين ما يتفرغ الفاسب ليضع مجموعة معايير. طبعا وصلنا عند عنوان مهم حلقة، في عنده اسمه دو بروسيس اللي هي عملية وضع معايير. طبعا دو بروسيس يعني الإجراءات التي يجب أن يتبعها الفاسب عند وضع المعايير. طبعا هذه إن شاء الله حنتكلم عليها المرة الجاية.